من المنتظر أن يعقد بعد ساعة من الآن مجلس الأمن الدولي جلسة ستحسم في أمر تمديد مهمة بعثة المينرسو في الصحراء. المعلومات التي رجحت حتى الآن تمضي في اتجاه تمديد مهمة البعثة دون أن تتوسع في مهامها لتشمل حقوق الإنسان. حسين السيك. تتجه الأنظار اليوم إلى نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة، إذ من المرتقب أن يتبنى مجلس الأمن قرارا يتعلق ببعثة حفظ السلام المينرسو. وحسب عدد من الدبلوماسيين والمراقبين فإن القرار سيدعو إلى تشجيع أطراف النزاع على احترام حقوق الإنسان دون أن يكلف بعثة الأمم المتحدة التحقيق في هذا الصدد. وهكذا فقد تم ترجيح المقاربة التوافقية والتي ظل يدعو إليها المغرب كمحط رهان للجهود الرامية إلى إيجاد حل متفاوض بشأنه في إطار المشاورات التي تمت على مستوى الأمم المتحدة. المغرب عرف تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان، وزاد تقدم على المستوى الاقتصادي كذلك في جهة الصحراء، تنمية شملت كذلك مجال العدالة، وعموما أظن بأن المملكة حققت تقدما كبيرا. ورغم ما أثاره القرار الأمريكي بتوسيع مهام المينرسو، فالعلاقات المغربية الأمريكية تبقى قوية رغم كل الخلافات الظرفية. فالرباط حليف استراتيجي لواشنطن من خارج دول الناتو وشريك سياسي واقتصادي بامتداد في شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء. المغرب دولة ضرورية جدا لتثبيت الأمن في شمال إفريقيا وفي الساحل، وهنالك ضرورة للشراكة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب مباشرة، وأيضا مع الأوروبيين بشكل يعني واضح، ليكون لدور للمغرب دورا في هذه المسألة التنسيقية بالنسبة للأمن في المنطقة. إلى ذلك من المنتظر أن يدعو قرار مجلس الأمن بتعزيز الجهود المبذولة حتى الآن لإيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه. وكما جرت العادة في كل سنة، سيمدد قرار مجلس الأمن بتفويض بعثة المينرسو إلى غاية 30 من شهر أبريل من السنة القادمة.